مثل ما تعودتوا عم نطلع عليكم يوميا على شاشه الام تي في ونهيلكم طريقه الشوبينج مع شوبينج باي بست سيلر. اغراض متنوعه ومميزه واسعارها كثير مقبوله. انتوا قاعدين بالبيت بدكم بس تتابعونا وتختاروا الايتم يلي بهمكم وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيصل لعندكم من دون اي كلفه اضافيه وين ما كنتوا بلبنان. كيف بدكم تربحوا وقت وما بقى تضيعوا وقتكم بناطره عند الكوافير؟ تعتلوا هم انه عندكم قصص اهم تخلصوها بهالوقت الضايع او وين بدي حط الاولاد. ما لكم الا تختاروا بروفيشنال هير ستايلر يلي سعره بس 29 دولار وهو رح يهينكم كثير اموركم. بروفيشنال هير ستايلر هو سيشوار 8 ان 1 لانه معه 8 قطع اكسسوار: فرشايه لتعمل الشعر كيرلي، فرشايه للويفي، فرشايه للليس، فرشايه لتنشيف الشعر، فرشايه لتمشط الشعر، فرشاية مبرومة ومشط له راسين. أكيد فيه كبسة لنحدد القوة والسرعة يلي بدنا إياها إن كان خفيف وسط أو فل. بدكم بس تتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم هالبروفيشنال هير ستايلر ب 29 دولار وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطى الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخد وقت كتير. مع 60 سجن تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سجن تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون اي مجهود، باصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سجن تبولة مغفولة لمدة سنتين وفيكن تحصلوا عليها ب 32 دولار. مش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هدية. ما لكم الا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفة اضافية. تنمسح البلاط والباركيه منعطى الهم الدلو والممسحة. مع ايكو سبراي موب ما بقى نتلبك بكل هالغراض. ايكو سبراي موب يجي معه خزان منحط فيه المي والمسحوق، ومزود بمرشة بتخلينا نتحكم بكمية المي يلي بدنا نحطها على الأرض. هالممسحة بتبرم 360 درجة وبتفوت بالأماكن الصعبة تحت الخزانات أو تحت التخت، وما بتترك أي أثر للرطوبة لأنه ممسحة الإيكو سبراي موب مصنوعة من المايكروفايبر، يعني بتشيل الغبرة وبتمسح وبتنشف بنفس الوقت. إيكو سبراي موب يا جماعة ممسحتين ومكفولة لمدة سنتين وفيكن تحصلوا عليها ب 29 دولار بس بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح، الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا من برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 34 دولار وللدوبل فيتراج ب 60 دولار، والأهم إنه مكفولة لسنتين. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية. لكل يلي عندهم حيوانات أليفة بالبيت وبحبوا يهتموا فيهم، بننصحهم بالبت جرومينج جلوف، هالكف يلي بينظف الحيوان الأليف وبيعمل له مساج، بمشط له وبره وبشل له كل الشعر الزايد يلي عنده إياه. هالكف الخفيف مزود من تاني ميلة بقماشة بتشيل كل الشعر والوبر يلي بيكون هارر على الفوتاي أو على التخت. بت جرومينج جلوف صغير ومفعول كبير وفيكن تحصلوا عليه الواحد ب 18 دولار، الاثنين ب 28 دولار بس، وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55.
اوقات كتير بيكون عنا تياب او عبالنا نشتري تياب جديده بس ما عنا محل نحطهم. هلا مع هالخزانه يلي منركبها نحن بايدنا بالبيت بتنحل هالمشكله. هالستورج كلوزت طولها 175 سنتيمتر، عرضها 105 وغمقها 75 سنتيمتر، بتساع كتير تياب وغراض. فينا نعلق فيها كتير قمصان ونحط كنزات وشراشف وحرمات وكتير اشياء بدنا نضبها وما عنا محل لها. هالخزانه بتتقطع لسبع كومبارتيمون ومثل ما شايفين كل واحد له قياسه لتناسب جميع انواع واحجام التياب والاغراض. هالخزانة أكيد بتتسكر وبتحمينا أغراضنا من الغبرة والرطوبة. هالستورج كلوزت بتحصلوا عليها $50 بس بمجرد الاتصال ببسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم دايما تتصلوا على رقم بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على MTV.